لما الإنسان يحس إن هو عايش في رفاهية، بس لما بيقارن نفسه بحياة الناس التانية يعرف إن هو حياته حاليا مقارنة بالناس اللي كانت عايشة زمان من 200-300 سنة، أنت بالنسبة لهم عايش كملك أو كوزير أو واحد غني جدا. فالنهاردة هنستكشف إزاي الناس زمان كانت عايشة مقارنة بدلوقتي في التاريخ الإنجليزي. بس قبل ما ابدا ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. النهارده اول يوم في اجازتي، انا عندي اسبوعين اجازه من الشغل، يعني مش هعمل اي حاجه خالص غير فيديوهات، تصوير، سفر، اكتشاف بريطانيا، واصور لكم الحياه. فلو انا مقصر الفتره اللي فاتت سامحوني، في الاسبوعين اللي جايين دول هيكون في فيديوهات كتيره ان شاء الله. النهارده اول يوم زي ما قلت لكم اجازه، وهنطلع النهارده بقى نستكشف بريطانيا من كذا فيديو، يعني حوالي اقول لك 10-11 فيديو كده بالظبط. كنت عملت فيديو عن ان احنا هنعمل مدرسه، هنفتح مدرسه ونشوف المشوار ده هيبقى عامل ازاي كده، ومع الناس اللي انا مشاركهم بالمجهود. فطبعا دي المدرسه هي شغاله دلوقتي زي ورايا، بس انا حابب اتكلم عن المبنى شويه. المبنى ده طبعا ده مش فلوج النهارده، ده جزء صغير من الفلوج عشان بس لو انتم هتفتكروا ان انا هتكلم عن المدارس وكده. لا، المبنى ده مبنى قديم من العصر الفيكتوري. العصر الفيكتوري ده مشهور المباني بتاعته كلها مبنيه بالنظام ده، نظام بالعاميه كان نظام زلط مبني بشكل حاجه زي نظام ديكوريشن او ديكور للمكان هنا. لو انت مش مشترك في القناه، اهم حاجه تشترك في القناه وتدعمنا كده عشان نكبر في السوشيال ميديا. احنا دلوقتي وصلنا فوق ال 2000 مشترك على القناه، طبعا عندنا 40,000 على الفيسبوك، فتابعونا يا جدعان. انا رايح دلوقتي مدينه اسمها ستو ماركت. المدينه دي مشهوره بالبيوت اللي شكلها حلو، اللي هي البيوت القديمه اللي صحابها بيحتفظوا بيها ولسه محتفظين بيها وبيعتنوا بيها. فتلاقي البيت قديم بس في نفس الوقت تلاقيه شكله جميل قوي من بره. انا في المتحف الوطني لمدينه ستو ماركت. المدينه دي مش مدينه، هي قريه صغيره بس طبعا من زمان قوي. شايفين؟ عايزين نظام الأرياف البريطاني؟ ده نظام الأرياف البريطاني. شايفين المكان ده بيقول لك اتبنى في القرن ال 14. لا ده خالي دوت ملك في القرن ال 14. عارفين يعني القرن ال 14؟ البيت اللي ورايا ده. فتعالوا نشوفه عامل ازاي. تخيلوا ان المكان ده اتبنى في القرن ال 14 ولسه يعني بيت عادي. انا عارف الناس ممكن يقول الفراعنه والاهرامات والكلام ده، بس البيت مبني بالخشب ولسه محتفظين بالجمال بتاعه. الارضيه تراب. عارفين دول الافلام بتاعت روبن هود والكلام ده، ويخشوا تفهمين بالحصانه. ده نظام بيت من البيوت دي هي تاريخنا في بريطانيا. تعالوا نستكشفوا مكان تاني. ده عجله حصان من القرن ال 14 برضو. التليفونات دي برضو يا جدعان برضو من التاريخ البريطاني، التاريخ اللي هو القديم قوي. التليفونات دي معناها دلوقتي في عصر التكنولوجيا، بس تلاقي التليفونات دي موجوده في كل مكان جس عشان تاريخ، سابقنا للتاريخ. البيوت اللي انا داخل عليها برضو دي بيوت قديمه جدا، من القرن ال 14 القرن ال 15. هوريكم البيوت عامله ازاي، زي البيت اللي انا جاي منه من شويه. فأغلبيتهم بيبقوا محتفظين بجمالهم، بس نفس الوقت بيبقى فيها شوية صيانة. فأنا داخل دلوقتي على بيت ده. شايفين العجل اللي هو كانوا بيستخدموه في الحصنة، جر الحصنة. والبيت من بره باين عليه اللي هو أصلا قديم. ده تاريخ البيت اللي هي مكتوب اتبنى في 1750. يقولك دي صور الناس اللي بنت البيت الكلام ده.
البيت اللي انا داخل عليه برضو ده مبني سنة 1870. بيت ده معرفش دي بتاعت ايه، العجلة الكبيرة دي انا دلوقتي جوه المبنى زي ما انتوا شايفين. المكان ده غرفة المحرك اللي كانت بتديهم طاقة. دي الساعة الأصلية أو الساعة بتاعة المكان ده، ستو ماركت، اتبنت 1620 ولسه محتفظة بشكلها. شايفين الساعة؟ شايفين التروس؟ الناس زمان كانوا بيتفرجوا برضو على أفلام. هوريكم شاشة السينما عاملة ازاي او ازاي كانوا بيركبوا الفيلم. ده هو اللي بيركبوا الفيلم فيها، مكنة الفيلم. بص يا جدعان، دي عربية كارو من سنة 1000 كام، مش مكتوب التاريخ، بس what do you think this، من 1600 وحاجة العربية دي. مش شايفين ده المكان ده اللي كانوا بيعملوا فيه عجل العربيات الكارو والعربيات عامة، كله بالخشب، لسه محتفظين بكل الأدوات هنا برضو زي ما انتم شايفين. حاجات كلها تاريخ يعني، حتى الريحة فيها تاريخ شوية زي ما انتم شايفين. كل الأدوات اللي كانوا بيستخدموها النجار عشان يعمل عجلة العربية الكارو الكلام ده. يعني نشوف حاجات تانية هنا زي ما انتم شايفين برضو. الكلام ده لسه موجود لحد دلوقتي عندنا في مصر والعرب، زي العربية الكارو برضو. الناس كان البشوات او الناس الاغنياء كانوا بيستخدموها زمان. الحصان يبقى هنا، هو يبقى راكب، بس الكلام ده قديم شوية. كل الحاجات ده يعني بقى لها فترة زمنية يعني من 1600 1700. حتى هنا الخياط اللي كان بيخيط الجلد الكراسي، التيلة، المكنة، حاجات قديمة اللي هو اللي بيركبوا الحصان، الجزم. على فكرة الجزمة دي فعلا قديمة، يعني الجزمة دي كنت بقى لها حوالي 200 سنة 150 سنة. وهنا بيوروا لك ازاي اللي هو حدوة الحصان والكلام ده، والحاجات تركب فوق الحصان كانت بتتعمل. دي هي بريطانيا او هي انجلترا على سبيل الخصوص في العصر الفيكتوري وقبل العصر الفيكتوري 1600 1700. حاجات حتى هنا الصناديق اللي كانوا بيخزنوا فيها البيره والخمره والكلام ده، حتى والعصاير، مش لازم برضو مشروبات كحوليه، هنا برضو بيصنعوها. كل الكلام ده بقاله 150 200 سنه 300 سنه ولسه برضو محتفظين بكل ديتيل، كل التفاصيل موجوده هنا. المكان اللي بعده ده هو ذا كلوك ميكر. ده المكان اللي كانوا بيصنعوا فيه الساعات القديمه زي ما انتم شايفين التروس. عارفين انت ساعات بيج بن والكلام ده، حاجات زي كده يعني نفس الطريقه ونفس اللي هم صنعوا بيها الساعات القديمه. حتى اللي هو بتاع اللي هو الكبيره اللي هناك دي اللي هم كانوا بيصنعوها برضو هنا، كل دي كلها ساعات قديمه. حتى التروس هنا ليتر بريس برينتر، ده اي حد عايز يطبع حاجه على الكتاب، حاجه على ورقه، ايا كان نوع الورق اللي انت عايز تطبع عليه، ده هو البرينتر او اللي كانوا بيستخدموها زمان في الكتب، الجرايد، المجلات، الكلام ده. بس كلها برينتات يعني قديمه شويه زي ما انتم شايفين. حتى البرينتر يعني يدويه، يعني شكلها باين اللي هي اصلا قديمه. ف نشوف مكان تاني. ستيم انجن او الموتور بيشتغل بالبخار، ده هو ستيم انجن، الموتور اللي كان بيشتغل بالبخار. دي بقى زي ما تقول فلاحين كانوا بيعيشوا هنا في المكان ده. المكان اللي هوريكم دلوقتي عامل ازاي من جوه ده، طبعا ده مقفول فمش عارف اشوفه من جوه. ده هو كان بيت واحد فلاح.
عربية بيمشي فيها وبيتنقل فيها وبينام فيها وكل حاجة فيها. اللي انا داخل عليه دلوقتي ده جرار زراعي، يعني الجرارات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، حتى الجرار اللي هو اللامبورجيني اللي هي بتعمله ما يجيش جنبه حاجه. شايفين الجرار الكبير عامل ازاي يا جدعان؟ بصوا على الجرار. ده مش عارف كام هورس باور في الجرار ده. الجرار ده اكيد بتاع حوالي 2000 هورس باور او 2000 حصان. وتلاقي بقى جرار صغير برضو، وتلاقي كل الادوات دي بتستخدم من حوالي 1971 لحد، كان يستخدم لحد 1971، بس طبعا مع التكنولوجيا الحديثه بطلوا يستخدموا الحاجات دي. كل الحاجات دي الفارما او الفلاح الانجليزي كان بيستخدمها زمان. تعال نشوف مكان تاني. حاجات هنا بسم الله ما شاء الله يعني لسه محتفظه. حتى عندهم يعني احنا مثلا في ناس نعرفهم من الحاجات القديمه دي ما بيستخدموهاش، بيرموها على طول. خرفان انجليزي يا جدعان، مش زي الخرفان بتاعتنا. الخروف ده بنذبحه في العيد الكبير تقريبا ممكن يكلف ده حوالي 1000 استرليني، ما اقدرش، ممكن ده حوالي 1000 استرليني. تعالوا نكملوا الجوله هناك. ممكن لو لنا حصان ولا حمار كده نركبوه بدل احنا ماشيين على رجلينا. دي هي الفارم او الفلاحين بتاعت بريطانيا. الخروف الانجليزي يختلف عن اي خرفان تانية، تحس اللي هو نضيف شوية كده مش عارف ليه. والله تحس اللي هو نضيف شوية كده مش عارف ليه، بحس اللي هو والله خروف متربي كده. على فكرة معلومة ليكم، المكان ده عشان تدخله لازم تدفع له فلوس. المكان ده متحف، زي نظام متحف طبيعي او متحف ازاي البلد هنا كانت، او الفلاحين هنا كانوا بيعملوا او بيزرعوا وحياتهم عاملة ازاي. فعشان تيجي هنا اصلا لازم تدفع فلوس. المكان الكبير ده كله، شايفين المكان عامل ازاي يا جدعان؟ وطبعا كالعادة الجو بيمطر في اي وقت. قفلت اليوم بس عادي يعني، هنكمل عادي، مش هنخلص الفلوج. المهم انا لسه ما اعرفش المكان. انا عامه يعني بمشي في المكان وبستكشف الاماكن زيكم يعني، اللي انا بلاقيه بصوره وفي نفس الوقت هعمله مونتاج. فانا مش عارف انا رايح فين دلوقتي. المكان واسع زي ما انتم شايفين ورايا، في حيوانات، في بيوت قديمه، ما لقيتش ولا واحده اتكلم معاها لحد دلوقتي. انا تقريبا ماشي لوحدي. فهنشوف بقى هنوصل ليه النهارده. شايفين يا جدعان مكان طبيعي خلاب خلاب. نظام، انا ماشي نظام على الجسر. الجسر ده مصنوع من الخشب في وسط الغابه. هي ميني غابه يعني، غابه صغيره مش غابه كبيره قوي. دي بتوصل ما بين طبعا المطعم للمكان، الاماكن اللي احنا رايحين نشوفها دلوقتي. و يعني تقريبا المكان خلص كده من اللي هو الحاجات التاريخيه، دلوقتي بقى الطبيعه. بصوا يا جدعان الشمس دلوقتي طلعت. هو ده الجو بريطانيا للاسف الشديد. لو انت مش واخد على الجو ده ممكن تتعب قوي يعني. ممكن في دقيقتين الجو كان بيمطر، الدقيقه اللي بعديها صيف والجو حر دلوقتي يعني. انا عايز اقلع الجاكيت ده، وممكن الدقيقه اللي جايه ممكن تكون ربيع.
ما علينا، بس أنا بحبها برضو، بحب الجو هنا. بيوت بدأ شكله قديم على فكرة، كمان مش جديد أوي. عارفين لما انا بصور في الشارع وماشي في الشارع والكاميرا بتتهز والكلام ده، وده كأنت كمشاهد عايز تتفرج عليا وعايز مثلا تشوف لندن عامله ازاي وانجلترا عامله ازاي، ساعات ده بيخنقك شويه، يعني انت مش عارف تتفرج على الشوارع لان الكاميرا بتتهز. فانا المكان ده اسمه ويكس، ده بيبيع كاميرات حاجات اللي هي خاصه بالتصوير والافلام والكلام ده. فانا اشتريت دي جي ار ار اس سي 2، ده جيمبل او حاجه اسمها مانع الاهتزاز، اللي هو ما بيخلي التصوير يعني سموز زي ما انت ماشي على الميه بالظبط. فهعمل ريفيو على الجيمبل ده الفلوج اللي جاي، وهشوف التصوير او هشوف الفرق ما بين الجيمبل ده بصور بيه ومن غير ما بصور بيه، فانتظروا في الفيديو اللي جاي ده. فاللي عايز يتابعني يستنى ويشترك في القناه ونشوف الفيديو هيكون عامل ازاي، بس اهم حاجه كله يشترك في القناه.